قبل أن أبدأ فقرة أخرى أود أن أتقدم بالتحية ضيوفنا العظام اللي منورين لنا النهاردة، الفنانة الجميلة القديرة مديحة حمدي. فنانة أعطت للسينما والتلفزيون ولا زالت تعطي في مجالات أخرى، مجالات اجتماعية كبيرة جدا جدا لا تعلن عنها ولكن نحن نعلمها الجميع. تحية كبيرة للفنانة القديرة مديحة حمدي. أهلا بيكي نورتي. مش عايزة تحيي مصر وتحيي الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخجلتني والله بجد، يعني شكرا يا حبيبتي. مش انت فتانة؟ فتانة بتجيبي على الحاجات اللي انا بعملها. انا بحيي كل الحضور الحقيقة لما بتيجي سيرة سيناء، يعني بينتمي شعور ما بين الفخر ما بين الألم. الفخر بأهل سينا، العائلات اللي موجودة واللي مهاجرتش واللي ما سابتش مكانها واللي واجهت العدو وواجهت الإرهاب وتحملت كل ده لحبها في الوطن، لحبها لمصر. فرحانين وفخورة جدا جدا بيهم. الألم لما بسمع عن الشهداء، مفيش بيت في مصر، مفيش عائلة في مصر ما تألمتش وما توجعتش بسبب فقدانها لأحد رجالها اللي أصبح شهيد. لكن احنا بنقول الشهداء دايما في منزلة بيغبطهم عليها حتى الأنبياء، لقربهم من الله عز وجل، وإن شاء الله هيشفعونا ويشفعوا لأهاليهم. وأنا دايما أقول يعني لأي أسرة شهيد، هما 70 خلوني يا رب رقم 69 بس أمسك في رجلي كده أخش معاكم الجنة إن شاء الله. كل سنة وحضرتكم طيبين. فخورة بإني مصرية، إني بعشق سينا، فخورة إني تواجدت معاكم النهاردة. شكراً.